طبعا النادي الاهلي بيعيش شهر عسل جميل جدا. وانا بصراحه عشان في بعض الناس يقول ايه هو انت يا احمد هو انت ليه انت قلبت انت يا جماعه انا بتكلم اعلام انا انتوا عارفين انا راجل قلتها واعلنتها ومصر كلها عارفه وده طريقي وانا ماشي فيه. يعني انا مش بستحي من حاجه ولا انا بخجل من كوني ان انا بتكلم بمنتهى الصراحه، ولكن انا هنا عندي مسؤوليه اعلاميه وانا يعني بقدم برنامج اسمه في الجول، انما فيما يتعلق بمشاعري وانتمائي ما مصر كلها عارفه ان انا زملكاوي. يعني 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 دي حاجه على جنب، زي ما شوبير اهلاوي، زي ما سيف زاهر اهلاوي، زي ما مهيب زملكاوي، زي ما هاني حتحوت زملكاوي، انا زملكاوي، ابراهيم عبد الجواد زملكاوي، انا زملكاوي عادي. يعني انا ممكن اقول لكم كل انتماءات الناس. يعني الناس تقول ايه هو مهيب زملكاوي، لا مهيب زملكاوي معروف ان هو زملكاوي، يعني عادي هو الراجل، بس ممكن الراجل بيشتغل في الاعلام، في ناس كتير جدا من الزملكاويه زعلانين من مهيب عبد الهادي، بس مهيب زملكاوي يعني عادي. انا كلنا عارفين هو زملكاوي، ممكن اقول لكم كل الانتماءات لانه احنا كلنا اصحاب، بس هي القصه ان هو راجل بيعمل شغل كويس وبيحاول ان هو يحافظ على الميزان في تعبيراته وفي تغطياته الاعلاميه، ده حقه الطبيعي جدا، وانا من هنا بقول له برافو عليك، هو وغيري من الزملاء اللي بيعملوا شغل رائع جدا في كل البرامج الاخرى، ده حقهم الطبيعي. لا بيجوا على ده ولا بيجوا على ده، ونجوم على نادي الزمالك او نجوم على النادي الاهلي، ممكن احنا لما نتقابل نتناقش في اللي بيتقال واتقال ليه من خلال لقاءاتنا باصدقائنا وزملائنا الاعزاء. طيب بالنسبه للاعلام، الاعلام امبارح كله احتفى واحتفل بشركه النادي الاهلي لكره القدم، وانا بقول ان ده هدف رائع جدا من الاجوال الجميله اللي جابها الكابتن محمود الخطيب، بس على مستوى الاداره. تاني، شركة الأهلي لكرة القدم هدف جميل جدا أحرزه الكابتن محمود الخطيب على مستوى الإدارة، مش النهارده بقى كلعيب، لا على مستوى إن هو رئيس نادي. لما يجيب قامة اقتصادية عظيمة فزة بحجم الاقتصادي الجهبذ الأستاذ ياسين منصور، فدي خبطة معلم، ضربة معلم. ولما يكون موجود معاه الأستاذ مصطفى مراد فهمي والنجم حسام غالي، فدي ضربة معلم هايل. الكابتن محمود الخطيب بيشتغل انتخابات وبيعمل دعاية رائعة جدا، هو والعامري فاروق والمجموعة اللي موجودة، بذكاء شديد وشديد جدا وفي سرية كاملة. يعني كنا سامعين قبل كده من الزميل العزيز والصديق الغالي جدا عليا الاستاذ ايهاب الخطيب ان كان في كلام ان النادي الاهلي من حقه ان هو يبقى في نادي في اوروبا او كلام من هذا القبيل. الكلام ده طبعا ما يعديش على واحد زي حالاتي، ولما يقولوا اعلامي مهم جدا 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 محسوب على طبعا على اعلام النادي الاهلي لازم انا اسمعه بمنتهى التركيز. وايهاب الخطيب واحد من الاعلاميين المميزين جدا جدا، قال الكلام ده في فترة وفي بعض الناس قعدوا يتريقوا يقولوا ايه اللي انت بتقوله دوت، يعني هتلعب مع تشيلسي، يعني هتلعب مع ريال مدريد. طبعا ايهاب الخطيب ما بيقولش كلام من فراغ، ايهاب الخطيب عارف كويس جدا هو بيقول ايه، وكان بسيط جدا في كلامه وذكي جدا ولمح بيها وسكت وبعد كده الموضوع اتقفل. النادي الاهلي فجر مفاجأة بالامس احتفل بيها كل الاعلام الرياضي المصري اللي طبعا بيخاطب جماهير النادي الاهلي اللي بتحب الشكل ده من الاداء الاعلامي، ان انت تقول الاهلي عمل، الاهلي الاهلي الاهلي، الجمهور الاهلي بيحب ده جدا ويحب يشعر ان هو الافضل وان هو بيعمل الحاجه اللي فيها رياده وان يكون سابق فيها.